مسجد البدر بمدينة الأغواط هو ملتقى للكبار والصغار الذين شكلوا خلية نحل لاستقبال عابري السبيل أمام موائد الإفطار التي يساهم فيها المحسنين بعناية من لجنة سبل الخيرات. مسجد البدر يقع في الطريق الوطني بين غردية والأغواط في مخرج الأغواط الجنوبي، وهذا يكون المسافرين أكثر، لأن هذا اللي يفطروا عدنا الآن أكثر هم مسافرين في هذا المكان الذي يستقبل الضيوف لإفطار الصائمين. أسأل الله عز وجل أن يجازي المحسنين كل من شارك من قريب ومن بعيد ومن قليل، أن ندعو ربي سبحانه وتعالى أن يتقبل منه هذا الإنفاق، لأن هذا هو شهر الجود. من هذا المنبر نحيي كل الجمعيات الفاعلة التي تقدم الخير للناس، والتي تحرص من أجل أن يفطر الناس، والتي تقدم العون للفقراء والمعوزين، ونحن نعلم أن إيصال النفع للناس ومن صميم دين الإسلام، فأنفع الناس هو أنفعه وأنفعهم لعيال الله كما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله يا ربي، مبادرة زينة في ولاية الأغواط، راه دي 4 سنين وانا نفطر هنا في هذه الخيرية. كاين كيران راهم يجيو هنا يفطروا، كاين الناس زواولة راهم يجيو لهذ البلاصة هذه. ربي يحفظكم وربي يستركم. والله مرجلة هذا جاب كل ماجلة قام رجلة. الحمد لله ربي يهبر، تبارك الله فيه. إشراك الصغار والعائلات في هذا العمل التضامني القيم يعد من أسمى المعاني الإنسانية. في هذا العمل الخيري يشارك فيه الصغير والكبير، كما شاهدتم شباب صغار كبار حتى النساء في البيوت، وهذا هو شهر المنافسة. ومثل هذه المواقف التضامنية قد لا تختلف عن باقي مطاعم عابري السبيل بإقليم ولاية الأغواط، فطوبى لمن سعى إلى إفطار الصائمين.